عملت ده كله انت وزمايلك؟ طبعا انا وزمايلي. كويس، حاجه جميله. هتديني حاجه منهم ولا؟ دي انت احلى هديه. اتفضل. طيب انا متشكر. كمان؟ طيب متشكر. متشكر يا احمد، متشكر. سنين بتطبع على مخدات وعلى نتايج وعلى كتب وعلى ماجز، ومنتجاتهم كلها بيتم تسويقها في المعارض، بتاخد اشكال مختلفه. هو بيرسم الرسمه وبعدين تطبع بقى على ورق وعلى والاعاقه الامن ذهنيه. ربنا يكرمكم. مش عايز حاجه؟ بشكركم قوي على الاهتمام بالمعاقين. انت اللي عامل ده؟ عائلتي واختي وكل الناس. اللي انا وانا نفسي اشوفك، ممكن اصور معاك؟ نورك يا حبيبي. دي بطوطة عندنا بنصب وبوك وبتشتغل بايديها وبتدرس شغل الابره، بتدري لعبد شامل سينا كل بتشتغل معانا كل اغلب الشغل ده. ازيك يا محمد؟ انت اللي عامل ده كله؟ لا هو عامل ده. انت اللي عامل ده؟ هو والله حاجات جميله. محمد بيعمل ايه بقى؟ واخد كورس فنون تطبيقيه، بطل رياضي، واخد ذهبيه في البولينج، وبطوله جمهوريه سباحه كان في ابو ظبي السنه اللي فاتت. اسمك جميل، الاسم جميل. بتلعب رياضة؟ اه. بتلعب رياضة ايه يا بس؟ العب كورة. ما شاء الله. انت بتعملي شغل من ده؟ وريني اللي بتعملي كده. كويس قوي قوي. اسقف لك يا فاطمة؟ عايزة حاجة؟ شكرين. أنا كنت متدرب والحمد لله أصبحت منتج ومدرب في الأكاديمية،
احنا والله يا ست الرئيس يعني اللي هو بيتعبنا بس اللي هو موضوع التسوق والاماكن التسويق وان يكون لنا مكان كده مختص بينا. طيب